صباح الخير جميعا. اليوم في هذه المحاضرة سوف نتكلم عن الـ Second Order Systems، وهي تكملة للمحاضرة السابقة اللي متعلقة بالـ Time Response. اليوم راح ناخذ هذا الجزء اللي هو بالبداية احنا اخذنا الـ First Order System بالـ Time Response، والجزء الثاني اللي هو السكند اوردر سيستم. والسكند اوردر سيستم ايضا يقسم الى جزئين، اول مره ناخذ نتعرف على الريسبونس اوف ذا سيستم، وبعدين ناخذ السكند اوردر سيستم كاركترستيك اور بروبرتيز. قبل ما نروح للسكند اوردر سيستم عندنا ملاحظه بسيطه تركناها بالمحاضره المتعلقه بالترانسفير فانكشن، واللي هو انا قلت لكم ارجع عليها بوقت لاحق، اللي هي البولز اند زيروز اوف ذا ترانسفير فانكشن. البولز والزيروز نعرفهم هم عبارة عن جذور لمعادلات البسط والمقام الموجودة بالترانسفير فانكشن. احنا افترضنا الترانسفير فانكشن هي عبارة عن فرانكشن، هي عبارة عن فراكشن between the output and the input of the system، وكل واحد من ذول الاوتبوت والانبوت ممثل ببولينوميال اكويجن. هسه كل وحده من ذول البولينوميال ايكويشنز اللي هم البسط والمقام نيوميريتر والدينوميريتر يحتوي على شنو؟ يحتوي على جذور. هذه الجذور اذا كانت الجذور الخاصه بالبسط، فبهذه الحاله راح يكونون هم الزيروز للسيستم، وإذا كانوا الجذور الخاصة بالمقام راح يكونون البولز للترانسفير فانكشن أو للسيستم. البولز والزيروز نقدر نمثلهم باستخدام الرسم بالطريقة الآتية: البولز عبارة عن X والزيرو عبارة عن دائرة صغيرة تثبت. من نحل أو من نحسب البولز والزيروز لأي معادلة polynomial equation، لأي معادلة موجودة داخل الترانسفير فانكشن، هذول نقدر نرسمهم أكيد بالcomplex coordinate plane اللي هو يحتوي على الreal والimaginary axes، أو هنا يسموه complex plane حسب المصدر. هذول هنا الاكس وهذه الدائره النود او الزيرو اكيد يعتمد موقعهم داخل هذا الكومبلكس بلين على قيم الجذور اللي حسبناهم من المعادلات. كل ما تتغير قيمه الجذور اكيد ذولا القيم راح يتغيرون. هذول المصطلحين جدا مهمات المحاضرات القادمة، لازم ننتبه لهم زين ونعرف شلون نحسبهم ونعرف شلون نميز بيناتهم. جدا مهمة هذه المصطلحات للمحاضرات القادمة. نشوف عندنا المثال الآتي، آخر سلايد موجود عندنا. إذا افترضنا معادلة أو transfer function g of s تساوي لنا s زائد 0.3 تقسيم s زائد 1 ومضروبة في s زائد 2، والمطلوب من عندنا نحسب البولز والزيروز لهذه المعادلة. فببساطة الزيروز هم راح يمثلون جذور البسط لهذه المعادلة لهذه الترانسفير فانكشن، واللي راح يكونون s equal minus 0.3، والبولز لهذه الترانسفير فانكشن او لهذا السيستم راح يكونون عبارة عن s equal minus 1 و s equal minus 2. نقدر طبعا هنا حسب المصدر، اكو قسم مصادر تستخدم تكتب p sub i يعني p1 p2 p3 وهكذا، او يكتبون مرات s1 s2 s3 ويكتبون فوقهم، هذول هم البولز لهذه المعادلة. ومن نجي نمثلهم بالرسم باستخدام الاس بلين او الكومبلكس بلين، راح يكون عندنا
هذا الفيجر اللي موجود أمامنا. طبعا الدائرة الصغيرة تمثل الزيروز والاكس يمثلون البولز لهذه الترانسفير فانكشن. ضروري تنتبهون لهذه المصطلحات وتعرفون شلون تميزون بيناتهم، لأن بالمحاضرات الجاية راح نستخدمهم هواي. تمام، ننتقل الآن للمحاضرة وللبارت 2 من التايم ريسبونس سيستم. بالنسبة للسكند اوردر سيستم، التسمية جاية اكيد من السكند اوردر ديفرنشال اكويشن. هذا السيستم ان جنرال يحتوي على تو بولز، او الترانسفير فانكشن تحتوي على تو بولز ونو زيروز. ممكن بالمحاضرات القادمة راح نشوف تأثير الزيروز او اضافة بولز اضافي على السيستمز، لكن ان جنرال فورم لهذه المعادلة هو وجود تو بولز بهذا السيستم. وهذا السيستم مثل ما قلت هو جاي من السكند اوردر ديفرنشال اكويشن. الجي اوف الاس راح تكون هنا بهذه الحالة تساوي لنا بسط ومقام، هما عبارة عن الفا تقسيم اي في الاس تربيع زائد بي في الاس زائد سي بهذا الشكل. هذا هو الجنرال فورم. اكيد احنا نعرف انه جي اوف الاس هي عبارة عن واي اوف اس تقسيم الار اوف الاس. طبعا دول المعادلات نقدر نعيد ترتيبهم بطريقة ثانية، انه نقسم البسط والمقام لهذه المعادلة تقسيم اي حتى نبقي هذا الاس تربيع وحده بدون اي باراميتر وياه، ذلك طبعا لتسهيل الحل لا اكثر ولا اقل. هسه حصلنا الواي اوف الاس تقسيم الار اوف الاس نساوي ان هذه المعادلة. اذا افترضنا انه الالفا اوفر الاي هي عبارة عن كي نوت مضروبة في الاوميجا انت سكوير، هنا أنا بالتحويل اعتقد صار عندنا مشكلة، هذه اوميجا انت سكوير. والبي اوف الاي البي تقسيم الاي هي عبارة عن 2 زيتا اوميجا ان، والتي اوفر الاي هي عبارة عن اوميجا ان سكوير. هنا أنا هذه اوميجا ان سكوير، هذا بسبب التحويل من الوورد او من الباوربوينت الى بي دي اف صار عندنا هذه المشكلة، طفرت الاس. هنا لازم تنتبهون هنا هذه هي عبارة عن كي نوت تقسيم او مضروبة في اوميجا ان سكوير، والكي نوت هو عبارة عن الجين فاليو او الامبليتود فاليو مثل ما موجود هسه بهذه المعادلة. هنا هسه التايم ريسبونس لهذا السيستم هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن y of t اللي موجودة هنا هذه اللي هي الاوتبوت. طبعا اكيد لازم نحتاج شنو؟ نحتاج نعرف الانبوت لهذا السيستم، وبالتالي نحتاج نستخدم سوري هنا قبل ما ننتقل للانباس لابلاس. البارامترز المهمة اللي حكينا عنهم اللي هم الكي نوت والزيتا والاوميجا ان. طبعا اكيد كنا نعرف مثل ما قلت الكي نوت هو عبارة عن الجين للسيستم او الامبليتيود فاليو، والزيتا هي عبارة عن الدامبينج كوفيشنت او الدامبينج ريشيو حسب المصادر، والاوميجا ان هي النشر فريكوانسي. ويبقى عندنا مصطلح ثاني اللي هو الدامبينج فريكوانسي اللي هو عبارة عن الأوميجا ان مضروبة في جذر 1 ماينس زيتا سكوير، بشرط انه زيتا تكون قيمتها تتراوح بين الصفر والواحد. هسه حسب الجنرال فورم لهذا السيستم
إذا كانت عندنا قيمة السيستم بهذا الشكل transfer function هي عبارة عن y of s تقسيم r of s 3 تقسيم 4s تربيع زائد 12s زائد 1. من نشوف هذا السيستم نقدر أكيد بشكل مباشر نحسب البولز والزيروز لهذا السيستم. هنا بهذه الحالة البولز هم عبارة عن 2 بولز. هذه المعادلة نقدر ببساطة نحلها، أكيد راح نحصل 2 بولز، اثنين هم نيجاتيف بولز. بعدين راح نحكي شنو معنى إذا كان نيجاتيف أو إذا كان بوزيتيف بولز. وقيمة الجين من هنا أيضا راح نقدر نحسبها من هذا السيستم. إذا افترضنا البسط والمقام لهذه الترانسفير فانكشن قسمهم على 4 راح يصير فوق عندنا 3 تقسيم 4، وهنا راح يصير عندنا 3، وهنا راح يصير عندنا 1 على 4. إذا نجي أول شيء 1 على 4 هي عبارة عن 25%، وهي تساوي لنا أوميجا إن سكوير. الجذر إلها راح يكون عبارة عن 0.5، وهنا 2 زيتا أوميجا إن تساوي لنا 3، والاثنين في الأوميجا إن هي عبارة عن 1، إذا راح تكون الزيتا كول 3. وقاعدنا الكي نوت اللي هو فوق اللي هو الكي نوت في الأوميجا، هذا الرقم هنا اللي هو 3 على 4 هو عبارة عن الكي نوت في الأوميجا إن تربيع، والكينوت هنا في هذه الحالة راح تكون قيمتها 3. وهكذا الاكزامبل الثاني هذا اللي موجود أمامنا، إذا كان عندنا transfer function تساوي 3 تقسيم S تربيع زائد 2S زائد 1، فالبولز هنا في هذه الحالة راح تكون عبارة عن S تساوي لنا سالب 1، 2 poles أكيد 2 هم يساوون سالب 1. جاي نشوف هنا ان دول البولز هم عبارة عن real and repeated، يعني عندنا 2 poles 2 هم يساوون سالب 1، وهذا راح يقودنا الى استنتاج شنو، انه الكي نوت والزيتا راح نقدر ايضا نحسبهم بالاعتماد على هذه المعادلة. هنا الاوميجا ان راح تساوي لنا قيمتها 1، والكي نوت قيمتها 1 اكيد، والزيتا راح تساوي لنا 1، لان 2 زيتا اوميجا ان تساوي لنا 2، وقيمة الاوميجا ان تساوي 1، اذا قيمة الزيتا تساوي 1. الامثلة الاخرى ايضا عندنا سيستم هو عبارة عن 3 تقسيم 2 اس تربيع زائد 2 اس زائد 2، راح يظهر عندنا 2 poles عبارة عن complex conjugate اللي هما minus 0.5 plus minus 0.866 j. طبعا هنا نستخدم ال complex variables، هنا بال control system نستخدم ال j بدل ال i، ما نستخدم ال i. كنا نتذكر complex numbers بالماث كنا نستخدم ال i اللي هو يمثل جذر سالب 1، لكن هنا بالكنترول راح نستخدم ال j بدل ال i. لذلك انا اريد اسألكم واقول لكم ليش نستخدم ال j بدل ال i، ممكن اريد اجابة من عندكم. وهنا ايضا نقدر نحسب قيمة ال k نوت والزيتا والاوميجا n والاوميجا d. هنا أنا بهذه الحالة السيستم طبعا راح يسموه complex conjugate poles، هذول complex conjugate، وهنا أنا راح يظهر عندنا بهذا السيستم زيتا equal 0 والأوميجا ان تساوي لنا الأوميجا دي تساوي لنا 1.
بسبب انه الزيتا يساوي لنا زيرو، والاوميجا دي تساوي لنا الاوميجا ان في الماينس 1 ماينس زيتا سكوير، والزيتا سكوير هي عبارة عن زيرو. اذا سكوير روت للواحد راح تكون واحد، اذا قيمة الاوميجا ان تساوي لنا الاوميجا دي. طبعا in general characteristic equation لل second order system هي بهذا الشكل اللي موجود أمامنا فوق، والزيتا بالاعتماد على الزيتا راح نقدر نحدد نوع البولز اللي موجودين عندنا بهذا السيستم. فإذا كانت الزيتا أكبر من واحد بهذه الحالة راح يكونون ال two poles هما عبارة عن real values، هما مختلفين كل واحد من دول البولز إلى قيمة معينة. وإذا كانت الزيتا تساوي لنا واحد فبهذه الحالة البولز راح يكونوا عبارة عن ريل وقيمتهم متساوية دول التو بولز. وإذا كانت قيمة الزيتا بين الصفر والواحد راح يكون عندنا كومبلكس كونجيجيت، أو راح يحتوي على يعني الجذور أو البولز دول راح يحتوون على كومبلكس نمبرز. هسه نرجع للريسبونس، للتايم ريسبونس لهذا السيستم. التايم ريسبونس مثل ما قلت لكم قبل شوية هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن ال y of t هذا اللي موجود داخل هذا البلوك دايجرام، وال y of t أكيد نقدر نحسبه إذا كان عندنا ال r of t معلوم وهذا البلوك معلوم. مثل ما جاي نشوف اذا افترضنا انه احنا عندنا step input هنا هذا السيستم اللي هي ال r of t اللي راح تكون داخل ال s plane عبارة عن r of s، وال r of s بحالة ال step response هي عبارة عن واحد على s. فاذا عوضنا واحد على s داخل هذه المعادلة راح نحصل هذا الفورم اللي موجود امامنا. والآن إذا صارت عندنا هذه المعادلة ال y of s تساوي هذول ال two fractions مضروبين، راح يكون عندنا ال k وال omega n وال zeta هما عبارة عن ثوابت، وال s هو ال Laplace factor أو ال Laplace variable. فباستخدام ال inverse Laplace transformation راح نقدر نحسب ال y of t. ال y of t راح تساوي لنا inverse Laplace لل y of s، بشرط انه احنا كل الثوابت الموجودة هنا نعرفها، او اذا ما نعرفها راح نبقيها كثوابت نقدر نعوض بها كارقام بعدين حسب المعادلة اللي موجودة عندنا. بالنسبة بهذه الحالة اللي هي unit step response لهذا السيستم لل second order system، يطلقون عليه عدة تسميات. مثلا يقولون under damping or critical damping or over damping حسب قيمة الزيتا. هذه الزيتا هنا إذا كانت بين الصفر والواحد راح يسمون السيستم under damping، وإذا كانت الزيتا تساوي لنا واحد فهي critical damping، وإذا كانت الزيتا أكبر من واحد راح تكون عبارة عن over damping system. إذا كان قيمة الزيتا بين الصفر والواحد فال y of t إذا حسبناها من هذه المعادلة على افتراض أنه ال r of s هي عبارة عن واحد على s راح تكون بهذا الشكل ال y of t، بشرط أنه t أكبر من صفر. طبعا هنا التيم ما ممكن تكون اقل من صفر على ان هذا الشيء مستحيل، لذلك لازم تكون شنو اكبر من صفر. اذا كان صفر ما عندنا مشكلة، هنا راح يكون عبارة عن شنو، عبارة عن initial condition حالة الصفر، وبعدها التايم راح يزداد وبالتالي نقدر نحسب ال y of t.
الأوميجا دي هنا راح تكون عبارة عن الدامبينج فريكوانسي نفس الفورم لها. طبعا هذا السيستم نقدر أو تقدرون تجربوه داخل الماتلاب بروجرام، يعني نجيب ترانسفير فانكشن سكند اوردر ترانسفير فانكشن، ونفترض عندنا ستيب ريسبونس، ونبدي نغير قيم الباراميترز اللي موجودة بالبصمة المقام ونشوف الريسبونس اللي يظهر عندنا. وإذا جربنا نطبع هذه المعادلة داخل الماتلاب فالمفروض نحصل نفس الريسبونس تماما. تمام مفهومة؟ راح أعيد هاي الفقرة هنا. هسه احنا عندنا الواي اوف تي حسبناه باستخدام الانفرس لابلاس ترانسفورميشن بهذا الشكل. هسه فرضا انا اريد ارسم هذه الواي اوف تي وذ ريسبكت تو تايم، فببساطة راح اجي اختار تايم فيكتور مثلا من 0 إلى 10 وابدي اعوض قيم التايم هنا واحسب قيمة الواي وبعدين ارسمه. زين، والمفروض يظهر عندي شيء بهذا الشكل. اذا اريد اعتمد على الترانسفير فانكشن اللي موجودة عندي اقدر اروح مباشرة اختار هذه الترانسفير فانكشن واختار وياها ستيب ريسبونس انبوت، راح نحصل المفروض نفس هذا الفيجر للاوتبوت اللي هو يمثل الواي اوف التي. يا ريت تجربوها بنفسكم داخل الماتلاب بالطريقتين، واعتقد انتم تعرفون الطريقتين شلون تستخدموهم. واذا اكو اي سؤال تقدرون تسالوني حتى اوضح لكم اياه. هذا هو الريسبونس هسه اللي حكيت عنه، هو هذا تماما بالضبط. طبعا هنا القيم اختاروا اي قيمه تريدوها، المهم نحصل نفس البيهيفير. هذه الفاليوز مال امبليتيود ممكن تتغير بتغير قيمه الكي طبعا، لكن يبقى عندنا شنو؟ يبقى عندنا البيهيفير مشابه نفسيته. اذا كانت عندنا قيمه زيتا بالحاله الثانيه نفس السيستم ونفس الستيب انبوت، لكن اذا كانت عندنا قيمه زيتا تساوي لنا 1، هذا راح يقودنا الى شنو؟ الى output response بهذا الشكل. هذا شكل المعادلة. ونقدر ايضا نتأكد باستخدام الماتلاب نشوف اللي التغير اللي صار هنا، اذا كانت قيمة زيتا تساوي 1 شكل الريسبونس تغير عن الحالة السابقة اللي هي هذه. عادة بالأنظمة الفيزيائية هذه الصيغة غير مفضلة، يعني قيمة زيتا تساوي 1 غير مرغوب بها، راح نحكي عنها بعدين موضوع الاستقرارية وليش هي ما مرغوب بها. تمام، هسه طبعا نفس الطريقة تقدرون تجربون هذا السيستم ترانسفير فانكشن بشرط انه تكون قيمة زيتا تساوي 1، اي قيمة تفترضوها مهم تبقى قيمة زيتا تساوي 1، وجربون ترسمون الريسبونس للترانسفير فانكشن داخل السيميولينك او داخل الماتلاب مثل ما تريدون، راح نحصل هذا شكل الفيجر اللي نحتاجه مثل ما موجود هنا. بالنسبة لل اوفر دامبينج او من تكون قيمة زيتا اكبر من 1، فشكل الريسبونس اكيد طبعا بعد تطبيق الانفرس لابلاس ترانسفورميشن راح نحصل هذا الفورم او هذه المعادلة. هنا ننتبه انه احنا عندنا بي 1 وبي 2 هما بهذا الشكل، نحتاج نرجع نعوضهم هنا وبعدها نعوض التايم حتى نحصل الريسبونس اللي راح يكون بهذا الشكل. طبعا اكيد نقدر نستخدم نفس المعادلة ترانسفير فانكشن ونستخدم ار اوف اس، وباستخدام السيميولينك او الماتلاب نقدر نحصل نفس هذا الفورم اللي هو هذا موجود بالفقرة امامنا. طبعا هذا الفورم ايضا هو غير مفضل بانظمة السيطرة، راح نحكي بعدين ان شاء الله شنو السبب ليش ما يفضلون هذا النوع، او ليش تكون هنا قيمة الزيتا غير مرغوب بها، راح نحكي عنها ان شاء الله بعدين. هنا اذا كان عندنا يعني
حالة الـ over damping، قيم زيتها مختلفة، ونشوف التأثير اللي جاي يصير. كل مرة نزيد قيمة الزيتا السيستم راح يحتاج زمن أطول حتى يوصل حالة الـ steady state. الحالة المهمة بذول الحالات هي هذه اللي هي الـ under damping. عرفنا انه الفورم الخاص بها المعادلة بهذا الشكل، وعرفنا المتغيرات اللي موجودة اللي هم الكينوت، الأوميجا ان، الزيتا، والأوميجا دي، ونقدر أيضا نجرب أكثر من سيستم، أكثر من نوعية، راح نشوف أكثر من شكل الريزلت. طبعا التايم يتغير مرة حتى يوصل للستدي ستيت. هنا لازم ننتبه إنه إحنا عندنا يونت ستيب ريسبونس، ومعناها عندنا قيمة الفانكشن الانبوت سيجنال 1/S. هنا ننتبه لنقطة معينة، إذا كان قيمة زيتا تساوي لنا زيرو فالريسبونس راح يكون بهذا الشكل، وهذا يستمر للما لا نهاية. هذا شنو معناه؟ هذا معناه انه السيستم ما جاي يصير بي اي ديسيبيشن للطاقة. يعني هذا السيستم مش قد نعطي طاقة ما راح يفقدها، راح يبقيها، لان اعطينا هذا السيستم طاقة حركية راح تبقى هذه الطاقة الحركية الى ما لا نهاية ما تنتهي. سواء يعني انا جاي اقصد انه هذه الطاقة ممكن تكون حركة، ممكن تكون تيار كهربائي، ممكن يكون حركة دورانية، ممكن يكون فلويد، وهكذا. هذا معناه انه السيستم راح يبقى reserved this energy in closed loop، راح يبقيها تدور الى ما لا نهاية. بسبب شنو؟ بسبب فقدان الـ damping coefficient. طبعا هذا السيستم وجوده مستحيل تقريبا بالـ practical situation، لان ما ممكن نلقى سيستم يبقينا الطاقة موجودة إلى ما لا نهاية. لازم الطاقة راح يصير بها dissipation أو نقصان بعد فترة زمنية معينة، لذلك تقريبا هذا السيستم مستحيل. ومع ذلك راح ننطي نظرة ثانية لهذا الموضوع بالمحاضرات القادمة إن شاء الله. راح نتكلم عن موضوع stability، وإنه شلون ممكن السيستم يوصل لهذه الحالة بنقطة معينة قبل ما يصير ب يعني مشكلة اللي هي ممكن تكون الـ instability. الآن ننتقل إلى نقطة إضافية بعد أتكلم عنها هنا، أتكلمنا عن الـ first order والـ second order system. النقطة الإضافية اللي أتكلم عنها هنا هي متعلقة بالـ poles للسيستم وموقع هذا الـ poles. هسه ممكن هذا الـ pole أو أي pole لأي سيستم ممكن يكون موجود على يسار او على يمين الايماجينري اكسس بالكومبلكس بلين او بالاس بلين. كل مره يتغير موقعه راح ياثر تاثير مباشر على الريسبونس. من هنا من هذه النقطه راح نوصل الى شنو، الى خلاصه مهمه جدا، انه قيم الثوابت اللي موجوده بالسيستم، يعني اللي هم الكي مثلا او الاوميجا ان او الزيتا، هذول ما ياثرون على عفوا سوري لا نقطة مهمة هنا، أنا أقصد الكي نوت. أما بالنسبة للأوميجا إن والزيتا لا، هما يأثرون على موقع البول. الأوميجا إن والزيتا هما يأثرون تأثير مباشر على موقع البولز للسيستم أو على مواقع البولز للسيستم. ليش؟ لأن هما ذولا
اصلا متاثرين بالفيزيكال باراميتر اللي جايه من الفيزيكال سيستم. يعني احنا ذولا من نشتق المعادلات، نشتق المعادلات الماثماتيكال موديل، وبعدها نحولها باستخدام اللابلاس ترانسفورميشن الى شنو؟ الى ترانسفير فانكشن. راح تظهر عندنا مثلا الزيتا والاوميجا، هذول هم يعتمدون بشكل مباشر على الفيزيكال باراميتر اللي موجوده بالسيستم، وبالتالي اي تغيير داخل الفيزيكال باراميترز اللي موجوده بالسيستم راح يقودنا الى تغيير بالاوميجا ان وبالزيتا، وبالتالي راح يقودنا الى تغيير بمواقع البولز اللي موجودين بالسيستم على الكومبلكس بلين او الاس بلين، وهذا راح يقود الى شنو؟ الى تغيير شكل او تغيير البيهيفير للريسبونس، للتايم ريسبونس اللي هو الواي اوف التي. وكل مره يتغير موقع البول بالاس بلين او بالكومبلكس بلين هذا راح يقودنا الى تغيير بالنسبه للريسبونس. بالنسبه للكي نوت اللي هي تمثل الجين، هذه تاثر فقط على قيمه الامبليتيود للريسبونس، لكن ما تاثر على البيهيفير لهذا الريسبونس. يعني شكل البيهيفير يبقى نفسه، ولكن ممكن تزيد قيمة الامبليتيود او تقل حسب تغير قيمة الكينوت. اما شكل البيهيفير هو يتأثر تأثير مباشر بمواقع البولز الموجودة بالاسبلين. النقطة الاضافية هنا اللي يحتاج اشرحها بالنسبة للأوميجا والزيتا، إذا نشوفهم بالأس بلين أو بالكومبلكس بلين، إحنا شو وقت تظهر عندنا زيتا؟ إذا كان عندنا كومبلكس بير. إذا ما كان عندنا كومبلكس بير ما راح تظهر عندنا زيتا أصلا، أو تكون قيمتها أما صفر أو واحد. أما إذا كان عندنا كومبلكس بير ايش راح يصير هنا في هذه الحالة؟ الأوميجا ان تمثل وكأنه إذا كان عندنا نصف قطر هذا البول، ونعتبر نقطة الأوريجين هي السنتر مال هذه الدائرة، فالأوميجا ان هي راح تمثل نصف القطر. بالنسبة للزيتا راح تمثل زاوية الدوران أو ساين لزاوية الدوران عن الإيماجيناري أكسس. بعض المصادر تاخذ العكس، تاخذ الزيتا هي عبارة عن كوساين لزاوية الدوران عن الريال اكسس. بالنسبة للأوميجا دي هي بعد البول عن الريال اكسس، وبالنسبة للسيجما هي تمثل بعد البول عن الإيماجيناري أكسس. طبعا هنا هذا راح تكون قيمتها القيمة المطلقة، يعني هنا نحتاج نحسب القيمة المطلقة، وهنا أيضا هذه الأوميجا دي نحتاج نحسب القيمة المطلقة لهذا الرقم. ليش؟ لأن هذا الرقم هو عبارة عن إيماجيناري، وهنا لازم تنتبهون أنا جاي أحكي على الكومبلكس نمبرز، من أقول القيمة المطلقة المفروض أنتو تعرفون شنو معنى الأبسولوت فاليو للكومبلكس نمبرز، تمام؟ هنا أنا أشكال متنوعة لقيمة تغير الزيتا مثل ما حكينا قبل شوية بالملف السابق. هنا أنا راح أتوقف. إذا كان عندكم أي سؤال أو ملاحظة على المحاضرة إن شاء الله نتناقش بها بوقت الأونلاين. شكرا جزيلا لكم.